اوف شو لذيذ ولبنيز ميمز، مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم. حلقتنا الميلاديه الطويله مستمره، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. السنه الماضيه اوف شو لذيذ فاجئوني باغنيه شو حسيت، اللي فيكم ترجعوا اذا عبالكم تحضروها تشوفوها على موقع البرنامج وعلى قنوات اليوتيوب التابعه لتلفزيون المستقبل. السنه رجعوا الى الاستوديو، ضربوا من جديد، وهالمره مش لحالهم وانما مع مجموعه ثانيه كثير عزيزه على قلبي، اللبنيز ميمز. برحب بوجيد الحته من مؤسسي مبادره اوف شو لذيذ، اهلا وسهلا فيك. وبرحب ايضا بوجيه زاهد وعلي مقداد من موقع لبنيز ميمز الرائد بصناعه السخريه والفكاهه اللبنانيه. من انا وصغير بتابعكم، انا كثير بتعصب لي هالجمله اذا حدا قال لي. شو مبسوط؟ رجعت عملتها فيي؟ انت مبسوط؟ انا كثير مبسوط بوجودك، ايه اكيد، يعني حسيت عملتها فيي للمره الثانيه. يا بدي اعمل معك عقد من هلا ورايح كل سنه، يا الثالثه ثابته. هلا انت عملتها فيي انه ضيفتني، بس انا ما لحقت اخذ دغري فلات. ما اخذت؟ لا ما علي، ما بدي. لا انا عم بطلع بعلي، عم بطلع بعلي. فكرت قصدا. صحتين بعدها، هي اصلا كانت شوي يعني اذا بدك، بس رح اتركها بالكلها بعدين. لا هلا بدك تاكلها هلا. طيب شو الوضع؟ مبسوطين؟ الحمد لله موجود، مبسوطين بوجودنا معك. تسلم. بهالبرنامج الحلو وهالوجه الحلو. تسلم. انا صديق للبنيز ميمز من زمان. لبنيز ميمز عملوا اذا بدك هن مستوى جديد من السخريه اونلاين بلبنان، واليوم في عشرات المواقع اللي عم ماشي على خطاكم، بس دائما بنحس انه احيانا ما في مستوى، بنحس احيانا يعني تذهب يعني الطرفه الى السخافه او الى التجريح، ان كان الطائفي او الديني او العرقي. صحيح. او الجندري. خبرونا عن لبنيز ميمز، شو الفلسفه اللي بتشتغلوا عليها؟ طيب بتحب انت؟ نحن واحد، انا وعلي شخص واحد. انت تبلش ولا بدك انا؟ طيب بما انه سالتني فانا حبلش. لبنيز ميمز هي بيج للنكت للسخرية. بلشنا وما زلنا انه ما بنعتمد على الادمنز اللي بيشتغل عليه قد ما بنعتمد على الفانز الموجودين على البيج، اللي هو اي شخص بتطلع براسه فكرة في يعتبر نفسه هو ادمن بالبيج. الكل عليه يركب الصورة الميم يعملها لذوقه ويبعتها على البيج لعنا، طبعا اذا كانت مهضومة وبعيدة عن السياسة والدين ومش متكررة اوكي بننزلها، وما بنوفر حدا من اعلاميين ومن وجوه طيبه مثل حضرتك، بننقي الاشخاص اللي بيتقبلوا المزح بصدر رحب مثل ما بيقولوا. انا لسنوات استلمتوني بشو حسيت. هلا انا يعني انا عملت وحده عنك، هي بعترف لك فيها هون بالاستديو. عندك انا في صوره كانت صحفي واقف وطالع راس واحد من السياره. انت عاملها؟ فقامت انا حطيت هالوجه الحلو محله وكتبت له شو حسيت. بتعرف انا قديش سبب لك؟ بتعرف قديش سبب لك؟ بس انا دائما بقول لهم انه بس يسالوني عن شو حسيت وكيف عملتها، بقول لهم مش انا عملتها لشو حسيت، لبنيز ميمز وفادر عيدي هن اللي صنعوا. صحيح. شو حسيت؟ علي انت يعني لوين رايحين بلبنيز ميمز؟ وانتم كاسره يعني هل تتحولوا الى مثل مجتمع لبنيز ميمز؟ وانتم مين؟ نحن بدك تقول مجموعة لبنانية من طوائف مختلفة، يعني ولا واحد من طائفة تانية، وشكلنا مجموعة بتعرف لنعمل نكت وهيك. وكيف بدي اقول لك، يعني هدفنا نحن انه نجمع اللبنانية، نجمع اللبنانية تحت الضحكة البسمة، مش تحت شعار ديني او شعار سياسي او من هيدا الشيء. بس بصير في هذا، يعني انتم بتعرفوا بعض غير هلا عندك شغله حلوه مثلا بعدتني انا وعلي. مثل ما قال لك اول شيء اذا بتلاحظ، قال لك انه الفان بيعمل نكته وبينزلها، نحن بلشنا هيك، نحن كمان في ناس بلشت تكون فانز وبعدين قد ما صاروا انه كثير اكتف في البيج وكذا، بتعرف بصير انه بدنا نعمل فاميلي بالمجموع. هلا بعطيك اقرب مثال لك كوجيه زاهد، انا بحكي هلا هي البيج بعتبرها انا بيتي الثاني، من قبل ما انا اعمل نكت وهيك كنت تابعها، اللي هي دائما بعيده عن هاي الامور، الساحه السياسيه والدينيه وهالاشياء بتصير. الشيء الملفت اللي كان لي بالبيج هي الكفر فوتو اللي دائما مثلا عيد اضحى بتلاقيه حاطين، عيد الميلاد، عيد اي شيء، مع اي مناسبه دائما في تنوع بالصفحه. انا بشخص بلشت على البيج انه ضل بس اعمل نكات، لا
عطيوني ثقتهم يعني وثقوا فيه ووصلت للي انا وصل اليوم انه احد الادمنز الموجودين. وبتصير تتعرفوا على ناس جداد وتعملوا طبعا شيء طبيعي ودائما يعني عندنا انفتاح على كل العالم يعني واي انسان او اي شيء جديد اي شيء كذا بنعطيه فرصه كله هذا. وانتم شو بتعملوا غير تنكتوا على العالم؟ هلا انا بشتغل عادي عندك كل واحد عنده حياته الخاصه. نعم انت شو بتعمل؟ انا بشتغل بالمقاولات بنا وهيك واكيد مش لحالي يعني في والد معي. نعم وعم ناسس الشركه يعني مقاولات وهيك. هلا مبين انا بشتغل بالعالم كل ما شوف حدا فاضي بشتغل فيه شوي منيح حالي لعني هالفتره. وجيد اكلت الشوكولا كيف طيبه؟ كتير. نعم قفشو لذيذ. يعني كيف كانت سنتكم؟ شو عملتوا؟ انتم دائما بتعملوا مبادرات ان كان خيريه او بس بسبيل النكت او لتوصلوا يعني بتكونوا اخذين قضيه اجتماعيه. ال 2015 كيف كان؟ اذا بتتذكر باخر حلقه بال 2014 كنا عم نقول انه عنا حدث عم نحضره اللي هو ووكا مايل ان هير شوز ببيروت اللي هو نفس مبادرة سنة الماضي رجال لابسين سكربينات عملناها السنة بشهر 4 كنا بووتر فرونت سيتي بدبي كنا 100 شخص 100 رجل لابسين سكربينات يعني طورناها من مبادرة فردية إذا بدك لمبادرة اجتماعية على مستوى كل لبنان يعني وعملنا بشهر 5 بآخره وان داي وان ساندويتش مع فنان برونو طبال وعدد من الفنانين والإعلاميين وبرمنا على 4 مدارس جمعنا 5000 ساندويتش وعطيناهم لجمعيات. هلا الفقرة الثانية إذا بدك الفترة الثانية من السنة كنا صراحة مضغوطين كثير بالشغل لأن هيدا قفشو لذيذ مبادرة مثل ما قلنا فردية لا تبغى الربح والعالم اللي بينضووا تحت لواء إذا بدك ما بيشتغلوا يعني ما بيقبضوا مصاري تيصوروا فركزنا على هيدا على الشغل أكثر بثاني نص من السنة بس ممنوع لنطلع مصاري لنطلع مصاري تنقدر ب 2016 اذا بدك محضرين بورتفوليو كثير مميز يعني فيك تقول لنا شيء هيك لنحضر حالنا يعني كنا قبل نحن عم نقول انه كل شهر رح نعمل فيديو بس من شهر 6 لهلا ما عدنا كنا عم نشتغل شغل يعني بس من 2016 رح نعيد نرجع لكل شهر لازم هون فيديو واحد يعني انا شايف لترجعوا تنشطوا حالكم بلشتوا فيه يعني قلتوا ما قلنا الا زمان نرجع هيك نجمع حالنا. بدي اشكركم على المفاجاه اللي عملتوا لي اياها وكان في فكره كثير حلوه يعني على المفاجاه. نعم. انا ما بعرف اعبر دائما هي شو كان لما فاتوا بالاسود ليك فتنا نحن قفشو لذيذ وليبانيز ميمز كانوا انه نحن السواد مغطينا يمكن الفكره كثير كليشيه. نعم. بس بالعمق موجوده فعليا بالمجتمع لبسين كلهم اسود وتحولنا لجو الميلاد جو الفرح يعني احنا اذا مننبش بمجتمعنا منلاقي تحت السواد في قصص. نعم. حلوه في ضحكه مع ليبانيز ميم في افكار مهضومه مع قفشو. نعم. لذيذ وغيرنا من المبادرات يعني في كثير عالم عم بجربوا. نعم. يعملوا شيء تيضووا على البوزيتيف. هو دائما مع يعني مع صعود الاونلاين دائما بيحكى انه صار كل صحافي او كل مواطن صحافي بس انا اللي عم شوفه انه اليوم اللي صاير كل مواطن هو فنان كوميدي أو هو حدا يعني ممثل ساخر لأنه كل حدا صار بيعمل حياة لنكتة وبيحطها أونلاين وبيصير إنه هو النكتجي. أنتوا كيف عم تتعاملوا مع هالنوع من العالم والناس اللي بتبعتكم فيديوهات بيفكروها إنه مهضومة وما بتكون مهضومة؟ هلا في طريقة أو في أسلوب بالنكتة هلا كنحن كأشخاص يعني فيك تقول مرق علينا بيمر علينا كثير أشياء نكت قبل ما الشخص يبعتها ممكن واحد مثلا يكتب نكتة ويعمل سكرين شوت يبعث لنا إياها بس نحن اصلا شايفينه قبل وممكن يكون انا ولا علي من سنتين كاتبينه فهو عم يرجع يبعثها هيك امور فانه لا يعني انت عم تاخذ مجهود غيرك بينما لما بيصير في حدث على الصعيد اللبناني مثلا بصير كل عم ينكتوا غرقت عليه. الدنيا بالماي غدا ممكن واحد تقطع معه جمله مهضومه وبالوقت اللي هو على الاكونت تاعه بجيب 2 أو 3 لايك بس بتساب انه انا ولا اي حدا من الادمنز معنا بيشوفها ف ولو انه هو اكونت صغير بناخذه باسمه وبنحط له اياها عنا انه هيدا انه لازم العالم تعرفه عنده حس النكته. شو ابيخ يعني نكته وصلت لك؟ ابيخ نكته وصلت لي ما تسال ما تسال كثير لك نحن بنقول نكت بايخه هيك بس شيء بيرجع بعض. للاسلوب للطريقه. نعم. هلا بالفيديو طبعا على الممارسه يعني بس هو الحلو انه في كثير عالم بتفكر حالها مهضومه ما بتكون مهضومه صحيح. هلا ليك العالم عاده بتتجه للشيء الجديد دايما بالمجتمع العادي. نعم. بالنكت وهيك شغلات فممكن واحد يطلع مثلا اوقات بفكره جديده بتكون شوي سخيفه بس جديده فالعالم تلحقها لا اراديا هيك تضرب صحيح. تضرب هي هيك بتصير بس تضرب لفتره معينه. لبنيز ميمز وقفشو لذيذ شكرا لكم يعطيكم على العافيه بنشوفكم السنه الجايه اكيد استراحه ونرجع بعد الفاصل.